السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بقى بمناسبة ان ده موسم المشمش ورخيص جدا، بنجيب الكيلو عندنا هنا في العمار ب2 جنيه و3 جنيه. هنعمل لكم بقى شوية حاجات سلسلة مش حاجة واحدة. النهاردة هنبدأها اول يوم بمربة المشمش. مربة المشمش دي من المربات الجميلة جدا اللي لها طعم مميز وفيها مزازة كده مختلفة عن اي مربة تانية، وبتبقى نادرة ومش موجودة كتير، دايما بنيجي ندور عليها في اي مكان كده ما بنلاقي، يعني مش بنلاقي المربة المشمش دي بالذات. انا كنت بدور عليها في رمضان عشان اعمل بيها البيتي فور، ما لقيتهاش موجوده. هنعملها بطريقه حلوه قوي قوي، بطريقه جميله هتقعد معاك من السنه للسنه، وبطعم جميل ومميز وبسهوله جدا جدا جدا. تعال نشوفها مع بعض كده الاول قبل ما نخش الفيديو. شايفين جميله ازاي؟ رايكم في الجمال ده بقى؟ وادي اللي في البرطمان، جميله جدا جميلة جدا 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 جدا، وعملتها بسهولة وبسرعة قوي قوي. ان شاء الله هنقول لكم على كل حاجة تخليها تطلع معاكم جميلة قوي كده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المربى بتاعتنا دي عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا بمناسبة ان احنا موسم المشمش وكتير قوي قوي، فهنعمل شوية حاجات بقى بالايه. جبنا المشمش ده جبناه كده زي ما انتم شايفين، بجيب الحباية اللي هي مش كبيرة قوي ديت، اللي هي ديت بتبقى الحباية البلدي مسكرة وجميلة وطعمها حلو. بنقي وانا بنقيه بحاول انقي الصفرة المستوية شوية عشان تبقى حلوة معايا. النهاردة هنعمل مربى تاني وبعد كده هنعمل حاجات تانية كتير منها. وقمر الدين بنجيب القمر الدين اللي هو جاهز بره ده، ما بنلاقيش فيه طعم قمر الدين خالص، فاحنا هنعمل الحاجات دي كلها عندنا هنا بطريقة بسيطة وغير مكلفة خالص وموفرة جدا. أول يوم النهاردة هنعمل مربة المشمش، سهلة جدا جدا وبسيطة أوي أوي أوي. عندي جبت المشمش وغسلته كويس قوي كده ونقعته مرتين ثلاثه، لان المشمش ده من طبعا من الحاجات اللي فيها الوبره، فلازم تتغسل كويس عشان نتاكد انها نظيفه. تمام، بعد ما اتاكدت بقى ان المشمش نظيف وغسلته مره واثنين وثلاثه، هبدا بقى افتح بقى الايه المشمشه كده، اشيل منها الايه، هفتح المشمشه بقى من جوه كده واتاكد انها نظيفه زي ما انتم شايفينها كده، نظيفه ازاي، جميله ازاي، ولا فيها اي حاجه. مشمش السنه دي طرحه كتير قوي قوي وجميل، خاصه ان احنا بقى بلد العمار اللي هم بتوع المشمش الاصلي. فشوف هبدا بقى افصص او اشيل النوى من المشمش كله واحطه في الحله بتاعتي بقى دي كده. هخلصه كل الكميه، انا جايبه 3 كيلو 2 كيلو دول تقريبا، هخلصهم واجي اقول لكم بقى هنعمل ايه بعد كده. بعد ما فصصت المشمش كويس وبالشكل ده واتاكدت انه نضيف مفيش فيه اي حاجه، حطيت بقى على الاتنين كيلو كيلو ونص سكر. يعني الكيلو المشمش له كيلو الا ربع سكر. هتقولي لي السكر كتر؟ اقول لكم لا، لو قللت السكر عن كده مش هتقعد كتير. انا بقول لك عايزه اعمل لك المربى بطريقه تقعد معاكي من السنه للسنه ما يجرلهاش اي حاجه. فانا احسن حاجه بقى اعملها ان انا بعد ما حطيت الكيلو ونص سكر هعصر عليه بقى ليمونه كبيره، او احط ليمونتين بقى، ليمونتين على الاتنين كيلو، واحطهم بقى اسيبهم. احسن حاجه ان انا اسيبهم السكر ده لو سبته شويه كده ساعه هبص تلاقيه نزل الميه كلها، محتاجش تحط ميه خالص ولا يشيط منك، لان المشمش من النوع اللي بيتحرق بسرعه. فاحلى حاجه ان انا اسيبهم شويه وبعد كده اجي اقول لكم هنعمل فيهم ايه. بعد ما سبت المشمش في السكر، شايفين عمل ازاي؟ خلى المشمش خرج الميه اللي فيه كلها، حطيته بقى ولعت على النار بقى كده، وهحط واقلب فيه كده عشان اتاكد ان السكر دايم عشان ما يتحرقش من تحت ولا يغمق ولا يغمق لي المربى بتاعتي. عايزه اقول لكم ان مربى المشمش دي من احلى واجمل المربات، حتى بنيجي في رمضان بفضل ادور عليها عشان البيتي فور بتبقى طعمه له طعم مختلف فيها، وفرصه بقى انها المشمش كتير ورخيص قوي دلوقتي. هفضل اقلب فيه كده لحد ما يستوي معايا، وهيعمل ريم على الوش كده، هنشيل الريم ونرميه لان الريم ده بيخلي الحاجه تبوظ بسرعه او تحمض بسرعه. مش عايزه بس اطول عليكم وقت الفيديو، هفضل اقلب فيه كده مع على النار لحد ما يستوي واوريكم شكله. بعد ما بدا الريم ده يطلع كده لازم اشيل، لان الريم ده لو انا بعمل عصير لو انا بعمل مربى هو ده اللي بيساعد على ان هو يخليه ايه يبوظ بسرعه مني، فعشان كده لازم اشيل الريم ده كله. انا حبيت اوريكم الحته دي بس قبل ما ارضيش اعملها من غيركم، لازم الم الريم ده اهو كله واشيله بمعلقه وارميه. ماشي، فضلت طبعا اقلب فيها كده بس ايدي ما سابتهاش لمده نص ساعه، واقفه كده على البوتاجاز جنبها عشان ما تتحرقش ولا تشيط ولا يبقى طعمها محروق.
فضلت اقلب كده لحد ما بقت زي ما انتم شايفين كده، لا ضربت بالهاند بلندر ولا في الخلاط ولا اي حاجه، هي من كتر السوى بتعمل لوحدها خالص كده. عايزه بقى اعرف اذا كانت خلاص هي كده بقت مربى ولا لسه، اعمل ايه؟ بعمل لها اختبار كده صغير هوريه لكم دلوقتي عشان كل المبتدئ او لسه عايز يعرف. هاخد شويه كده واحطهم على طبق كده وهشوف بقى، وهمشي بصباعي كده بس، لو ما لمتش على طول زي ما عملت كده يبقى هي كده ايه خلصت. شايفين انتوا هي ما لمتش على طول ازاي؟ يبقى هي كده خلاص بقت ايه مربعه قعدت خلاص كده. بقى هطفي عليها واسيبها لما تبرد، طفيت عليها خلاص هسيبها تبرد واوريها بعد كده. وده شكل المربى بتاعتي بعد ما سقعت وبردت خالص. شايفين هي عامله ازاي؟ جميله ازاي؟ جميله جدا، شكلها جميل قوي 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 وطعمها جميل قوي قوي كمان، وناعمه ازاي من غير ما اقعد اضرب في الخلاط ولا الكلام ده ولا بالهاند بلندر. واللي عايزه انعم من كده يعمل بقى بمزاجه براحته كده ايه، يضربها بقى في الخلاط، لكن هي ناعمه مش محتاجه. نغرف كده في الطبق كده شويه نشوف. شايفين جمالها؟ الله عليك يا مربة المشمش، عسل عسل والله، حبة مربة مشمش عسل. ايه رأيكم في جمالها كده بالشكل ده؟ شايفين بقى المربة جميلة ازاي؟ ولا ناشفة قوي ولا طرية زيادة عن اللزوم ولا اي حاجة، جميلة جميلة قوي قوي قوي. لو جربتوها تعجبكم قوي وتحبوا تعملوها كل يوم وتعيش بقى لفترة كبيرة عشان احنا مزودين فيها نسبة السكر. ايه رأيكم في جمالها بقى؟ بقى عندي الباقي بقى الكمية اللي فاضلة، طبعا مش هينفع احطها في اطباق كلها والكلام ده، هجيب عندي بقى البرطمان يكون متعقم وهحط فيه بقى المربى بتاعتي. بتعيش فترة كبيرة قوي، ممكن تقعد معاكي من السنة للسنة. تعملي بقى باستا فلورا الأطفال بيحبوا يفطروا بيها وهما رايحين المدرسة، أي حاجة من الحاجات دي. شايفين؟ بصوا كده معايا، شايفين الحله ازاي؟ لا محروقه ولا فيها اي حاجه. شايفين شكل الحله؟ شايفين بقى شكلها ازاي في البرطمان؟ جميله قوي قوي قوي، كل اللي هيجربها هتعجبه باذن الله. هقفل عليها بقى وهتقضيكوا فتره كبيره، تقعد من السنه للسنه. هقفلها كويس كده واعقمها، البتاع متعقم مفيش اي مشاكل فيها، وتقعد معانا من السنه للسنه مفيش اي مشاكل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.